قديما طلب الإنسان الحكمة فأضله الهوى، وقد يتعلم المرء من خصمه ما لا يتعلمه من صديقه. أعزائي متابعي القناة، أهلا بكم مع علي عبد الملك. ظاهرة المد والجزر ظاهرة طبيعية تحدث على مرحلتين، مرحلة المد وهو ارتفاع منسوب المياه، ومرحلة الجزر وهو انخفاض منسوب المياه. بالنسبة للمد والجزر، الظاهرة دي بتحصل عن طريق جاذبية الشمس والقمر، خصوصا القمر انها اقرب الى الارض، وحركة دوران الأرض. المد والجزر في بعض المناطق اسمه ظاهرة نصف يومي، يعني بيحصل المد مرتين في اليوم والجزر مرتين في اليوم كل 12 ساعة، ومناطق أخرى بيحصل فيها المد والجزر مرة واحدة كل 24 ساعة. انبصينا لأهمية المد والجزر بالنسبة للبحار بالنسبة للإنسان، هي أهميتها سبحان الله أهمية بالغة، إن هي بتساعد على تطهير البحار وتحديد الإنسان لمواعيد الصيد ومواعيد السفر هنا على القمر. ولكن في بتحصل بعض المشكلات بسبب المد والجزر، وخصوصا في المضايق اللي هي بتعطل حركة السفن. إن الإنسان قديما قبل ظهور الأجهزة وكلام من ذا، فكان القمر والنجوم هم الدليل بتاعهم في السفر وفي الصيد. استغل الإنسان ظاهرة المد والجزر قديما في مواحين الغلال، بمعنى ان لما كان يحدث ظاهرة المد، فكانوا بيعملوا خزانات على منسوب اعلى من المية، فلما بتتملئ الخزانات كانوا يكفلوها لغاية لما يحصل موضوع الجزر. فبالتالي لما يحصل موضوع الجزر فبيكون منسوب المية اعلى من مستوى البحر، فبيفتح الخزانات وبتبتدي الطواحين تدور، فيستغلها الانسان في موضوع طحي الغلال. وقد اشتهر العرب باستغلالهم لظاهرة المد والجزر قبل أوروبا تقريبا بثلاث قرون أو أكثر في موضوع مطاحن الغلال أو إدارة سواقي المياه. فتقدم العرب، فكان العرب متقدمين جدا في العصور الوسطى قبل أوروبا أو البلاد دي. المد يبلغ ذروته عندما يكون القمر بدر مكتمل، ويكون القمر والشمس في اتجاه واحد، ويكون شديد جدا عندما تحصل عملية الكسوف، ويكون القمر بين الأرض وبين الشمس. أنا حبيت إن أنا أحكي معاكم اليوم عن ظاهرة المد والجزر على قدر علمي، وما تروحوش بعيد، وخليكم معنا.
بكده نكون وصلنا لنهاية جولة اليوم. أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، سعدنا بكم، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. لا تنسوش اللايك والشير وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى لقاء قادم مع علي عبد الملك.